كنا قبل الحرب كان الناس إقبال شديد على شراء المجوهرات، ولكن للأسف حاليا إقبال شديد على بيع المجوهرات. والسبب النزوح يا جماعة الخير لأنه الناس الآن ما فيش إمكانية لأنه تشتري، لا في أفراح ولا في مناسبات طبعا في هذا الوقت، خاصة لأنه حرب وعندنا شهداء كثير. فالآن المرحلة الحالية الناس بتبيع مقتنياتها من المجوهرات حتى تعتاش. تعرفوا المجوهرات دائما الناس بيشتروها كرمال انه ينتفعوا فيها في ايام احنا بنقول عنها ايام تخزين الذهب للايام السوداء، والايام السوداء للاسف هي هذه الايام اللي نحن كنا بنعيش فيها. والله انا معايا خاتم مكسور وحلق فرده، جيت أبيعهم عشان نكمل معيشتنا ونكمل حياتنا، وإحنا مشردين من جباليا للنصيرات لرفح، رجعنا على خان يونس، من خان يونس رجعنا على صراط، فبدنا نكمل يعني حياتنا وعيشتنا، بدنا ناكل بدنا نشرب من طعم الأولاد والبنات.